طيب إذا ما أردنا أن نتحدث عن العيد ما بين الوطن والعيد ما بين الغربة، هل يفرق في مشاعرك لاستجابتك أو في فرحك للعيد؟ الأصل لا يفرق، الأصل لأن هذا الفرح هو عبادة. الأصل أنه لا، الأصل أن لا يختلف. أنت اصنع ظرفك، يعني من الكلمات الجميلة للشيخ محمد الغزالي، يعني سعادتك أنت الذي تصنعه بيدك. أنت إما بتعيش في تشاؤم وعبوس، أو أنت تستطيع أن تصنع مهما كان الظرف. وأنا أقول، وأنا مسؤول عن كلام من هذا المنبر، وإخوتي وأحبتي التدمريون يشهدون، لا يمكن أن تجد مكانا أصعب وأطول من سجن تدمر. والله يعني ماذا أحدثك، جعلنا منه للنكتة والفكاهة والمزح، خاصة في أيام العيد يجب أن يضحك الجميع ويمرح الجميع ويمزح الجميع ونشارك الجميع بابتسامات. واحد من هاي الخلطة الخبيصة كنا نسميها، بده يمر على كل المهجع طعميا واحد واحد يطعمهم، والتالي اللي مخبي ما بعرف ايش، والتالت الكذا. المهم نحن يعني حريصون على أن نجبر خواطر بعضنا البعض، نقوم من أكبرنا أو الشيخ لصاحب المكانة، نبدأ بالسلام، نصلي العيد بطريقة معينة، ثم نبدأ بالسلام على إخواننا، نمر بطريقة كاملة، نسلم على بعضنا جميعا. أكثر من ذلك المجموعات، كل مجموعة تذهب إلى المجموعة الآخرة الأخرى للسلام عليهم، المحصلة كلها احتكاك. وبالتالي أنا أقول، ويجب أن أقول، ويجب أن تستمر الفرحة، لأن الفرح يذهب الشيطان، يطرد الشيطان. لا تسمحوا للشيطان أن يدخل إلى قلوبكم فيدخل اليأس، فاليأس يقتل النفس ويدمر أركانها، والفرح يبني ثم يبني. الفرح قائم على ماذا؟ قائم على حسن ظني بالله تعالى. يا أخي أنا آلامنا شديدة، يعني ولسنا الآن في بصدد أن نفرح، يعني الله ربك هو ربي عندما كنت طفلا صغيرا في حماة، وهو ربي عندما كنت في السجن، وهو ربي بعد أن أخرجني من السجن، هو ربي، وهو ربي بعد أن عشت ظروفا صعبة في فترة الثورة، وهو ربي الآن وأنا في إسطنبول وتركيا. الله لم يتغير، أنا تغيرت أماكن وتغيرت الظروف، لكن الذي يحميني وينصرني ويهديني ويرزقني ويطعمني ويسقيني ويحميني هو واحد، لم يتغير ولم تضعف قوته سبحانه وتعالى، وأمره بين الكاف والنون. اربط هذه المسألة قائمة على حسن الظن بالله تعالى، وهو كذلك من أعظم العبادات وأعظم القربات إلى الله تعالى. طيب عندما دخلت السياسة في حياة الداعية